الحكومة تعلن استرداد أكثر من 80 مليون دولار من الأموال المسروقة، والنزاهة تؤكد محاصرة الفاسدين دوليا. مع استمرار ارتفاع الدولار، رئيس الوزراء يطمئن المواطنين، وهيئة الاستثمار توجه الشركات باعتماد الدينار العراقي. مؤكدا إكمال مفاوضاته مع بغداد، الإقليم يعاود هجومه على المحكمة الاتحادية ويتهمها بتقويض اتفاقه مع المركز. بعمليات متفرقة الإطاحة بعدد من الدواعش في 4 محافظات، والقوات الأمنية تتعقب فلول الإرهاب جنوب سامراء. أهلا بكم، والبداية من ملف مكافحة الفساد، إذ أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني استرداد أكثر من 80 مليون دولار من الأموال المسروقة المهربة إلى خارج البلاد. وذكر بيان صادر عن المكتب السوداني أنه وفقا للمنهاج الحكومي وضمن سعي الحكومة المستمر لاسترداد أموال العراق المهربة إلى الخارج، تمكنت الجهات المختصة من استرداد مبلغ يزيد عن 80 مليون دولار من الأموال المسروقة، مؤكدا إعادة إدخالها إلى خزينة الدولة. من جهته، أعلنت هيئة النزاهة التحرك لاسترداد أكثر من 3 ملايين دولار من دولة مجاورة. وقال رئيس الهيئة حيدر حنون في مؤتمر صحفي إن صندوق استرداد الأموال يهدف لاسترداد أموال العراق المهربة وغيرها أيضا، مبينا أنه تم استرداد الأموال في عدد من الدول. وأشار حنون إلى أن مكافحة الفساد من أولويات المنهاج الوزاري، لافتا إلى محاصرة الفاسدين دوليا من خلال عقد الاتفاقات. لا زال البحث عن بقية الأموال، إن شاء الله رح نصل لها. وطبعا عندنا معلومات أنه أموال أكثر، عندنا مبلغ خارج جمهورية العراق في احدى الدول المجاورة، ما ننطي اسم الدولة حتى لا تضيع الأموال. المبلغ الحالي المحدد حاليا هو 3,600,000 دولار أمريكي. عندنا هسه معلومات جديدة انه توجد عمارات وعقارات أخرى في هذه الدولة واحتمال دول أخرى. طبعا هذه المبالغ متحصلة منين؟ هي متحصلة من الرشا للموظف اللي كان يرأس إحدى الدوائر المالية واستغلاله ومتاجرته بالوظيفة العامة. أصدرت هيئة النزاهة قرار حكم بالحبس حضوريا بحق وزير الصناعة الأسبق لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته. وذكر بيان للهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد أصدرت الحكم في قضية تداول وسائل الإعلام تسجيلات صوتية تتضمن قيامه بأداء يمين في حال تسنمه منصب الوزير بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النواب الحالي الذي يترأس حزبا سياسيا معروفة، مبينا أن الحكم جاء وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي. في ملف أزمة الدولار، دعا رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني المواطنين إلى عدم اقتناء الدولار كون قيمة الدينار العراقي هي الأقوى. السوداني أكد عمل حكومته على آلية لجذب التجار ورجال الأعمال للتعامل وفق سعر الصرف الرسمي المحدد ب 1460 دينارا للدولار الواحد، مشيرا إلى أن أي مسؤول في الحكومة العراقية لا يقدم حلولا لأي أزمة كانت سيتم إعفاؤه من منصبه، كما بيّن بأن الموازنة الاتحادية العامة ستشهد توزيع معونات مالية إضافية إلى العوائل الفقيرة.
وجه رئيس هيئة الاستثمار الوطنية حيدر محمد مكية الشركات باعتماد الدينار العراقي للسيطرة على أسعار الدولار، ودعا مكية الشركات بالالتزام بسعر صرف الدولار الرسمي المقرر من البنك المركزي والبالغ 1470 دينارا. كما ألزم الشركات المعنية بالاستثمار بعدم مطالبة المواطنين المسجلين على الوحدات السكنية بأكثر من السعر الرسمي المعتمد، وبعكس سيتخذ بحق الشركات المخالفة الإجراءات القانونية حيال ذلك. هذا وتواصل أسعار صرف الدولار الأمريكي الارتفاع في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد. وقال مراسلنا إن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلتا اليوم سعر بيع بلغ 166,500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 165,500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. في الوقت الذي يضيق فيه البنك الفيدرالي الأمريكي الخناق، تضاعفت عمليات احتكار العملة الأجنبية من قبل بعض المضاربين والتجار لتصنع تداعيات أزمة أسعار الصرف، بينما تقترب الإجراءات الحكومية من المراحل الحرجة. أحمد ليث معه الكثير من التفاصيل. لم تعتكف الحكومة بقراراتها الأولية بشأن الضرب على قفزات الدولار على قيمة الدينار العراقي فقط، بل وسعت من طرق تصويبها نحو البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع القيود التي يتعرض لها البنك المركزي لأسباب تخص قضية تسريب الدولار إلى الخارج ولتدارك أزمة بيع العملة في السوق. ما هي الشروط التي يريدها البنك الفيدرالي الأمريكي يطبقها البنك المركزي العراقي؟ آنذاك يفتح الحصار على قضية الدولار، ولربما قضية الدولار تنسحب عليه كثيرا من المشاريع. إذن المفاوضات لابد أن تنجح، وقضية تهريب العملة مستمر، وغسيل الأموال مستمر حال الجرائم الموجودة اللي انتشرت بالفترة الأخيرة العراقي بدون حسيب ولا رقيب. على الحكومة تكون جادة وقاطعة وليس فيها مجاملة، قطع أرقاب كل من يتلاعب برغيف الخبز العراقي. نصف الأزمة اشترك بافتعالها تجار بيع العملة والمضاربون في احتكار الدولار ورفع قيمته من غير الاكتراث لصلابة قرارات الحكومة وإجراءاتها السعية للسيطرة على التلاعب والتحكم بالعملة الأجنبية في مزادات البيع والسوق السوداء. العراق يتحكم بتقريبا أربع بورصات رئيسية، لعل من مقدمتها بورصة الكفاح وبورصة الحارثية وما شابه ذلك. وبالتالي أعتقد على الحكومة إذا ما أرادت أن تجد حلول جذرية عليها أن توحد عملية التداول بالدولار، ولكن أن تكون الأمور صائبة هكذا. كل من هب ودب يستطيع أن يتعامل الدولار ويخرج الدولار سواء عن طريق حوالات أو عن طريق البر أو عن طريق الجو، أعتقد الأمور صعبة ويجعل الحكومة في مزق حقيقي. مراقبة آلية تدوير الدولار في الداخل والخارج والتأكد من حاجة استخدامه في جميع الأغراض. يتوقع متابعون بأن هذه الخطوة ستحافظ على وجود العملة وتمنع تهريبها إذا عملت الحكومة على إدامتها. عند أطر المعالجة لارتفاع سعر صرف الدولار المتفاوت في البيع، تحاول الحكومة أن تقف بإجراءاتها المتواصلة لإدارة أزمة الدولار بخطط متعددة ومنع استمرارها. أحمد ليث، بغداد، الرابعة. إذن مشاهدينا، بالعودة إلى ملف استرداد الأموال المهربة والإجراءات الحكومية حيال ذلك، ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب مع عضو الإطار التنسيقي عن تيار الحكمة الدكتور أحمد العيساوي. أهلا بك دكتور في نشرة الأخبار. بداية، إجراءات مهمة لحكومة السيد محمد الشياع السوداني، وهذه الحكومة منذ بدايتها أخذت على عاتقها ملف مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة ومتابعتها وملاحقة من يتورط بذلك، إجراءات مستمرة لملاحقة الفاسدين، وكان آخر هذه الإجراءات استرداد أكثر من مليون دولار. كيف تقرأ هذه التحركات؟ وهذه التحركات هل قابلة في الاستمرار في مقبل الأيام؟ أولاً نرحب بجنابك الكريم ومشاهدي قناة الرابعة الكرام. طبعاً إجراءات الحكومة هي من ضمن البرنامج الحكومي
أخذت على عاتقها في أول يوم أنها ستحارب الفساد وستضرب بيد من حديد على مكافحة الفساد في أي مكان كان، ولن يكون هناك أمامها أي شخصية كبيرة ولن يكون أمامها أي خطوط حمراء في مكافحة الفساد. طيب. إجراءات استرداد الأموال، أول حكومة ممكن استطاعت استرداد أموال سرقت من الخزينة العراقية حكومة سيد السودان. اليوم هو يسعى وكل الأجهزة الرقابية في الدولة، ونرى عمل هيئة النزاهة، كنا في يعني السنوات السابقة لا نسمع عمل لهيئة النزاهة، اليوم نسمع لديها كل يومين حكم، كل يومين قرارات، كل يومين نسمع محافظين، كل يومين نسمع وزراء. هذا الشيء مفرح اليوم لمكافحة الفساد وأيضا مطمئن للمجتمع الدولي. طيب. اثنين، اليوم أخذ على عاتق حكومة سيد سوداني أيضا تضخم في الأموال العامة و كيفية تهريبها للخارج. قبل المسؤولين أو يعني الموظفين كانوا يهربون الأموال الخارج، ينسجن هو داخل العراق ولكن الأموال لا ترد. اليوم استطاع يعني بعلاقاتنا الدولية بإعادة تفعيل بعض. لنتحدث عن هذا الجانب دكتور أحمد، نتحدث عن العلاقات الدولية. هذا الأمر يرتبط بقضية أموال مهربة مسروقة ومهربة إلى الخارج بشكل خفي. هنا نتحدث عن دور الدبلوماسية العراقية في ذلك. هل نجحت الدبلوماسية العراقية بفتح نوافذ مع الدول التي تقبع فيها هذه الأموال ضمن قوانين دولية معتمدة؟ وهل ستنجح باسترداد هذه الأموال في مقبل الأيام؟ طبعا، شوف اليوم ضمن هذه العمل، ضمن يعني مكافحة الفساد أو الجدول لمكافحة الفساد هي العلاقات الدولية. طيب. أنت كيف تمكن تسترد الأموال وكيف تعرف أرصدتهم في الخارج لولا هذه العلاقات الدولية والتفاهمات الدولية؟ يعني إحنا لدينا مذكرات مع دول الجوار، مع لبنان، مع الدول الخليج، أيضا مع تركيا، لدينا بعض الدول القريبة والبعيدة عن العراق، ودائما الأموال تهرب لها. يعني اليوم نجد لدينا تفاهمات جدا عالية على هذا المستوى بين هذه الدول، وأتوقع أنه الأيام القليلة المقبلة ستكشف أكثر من هذه الأموال وسترد إلى خزينة الدولة أكثر من هذه الأموال. حسب علمنا اليوم حتى في مكافحة صعود الدولار ونزول الدولار والأموال المهربة خارج العراق بدأت تتحرك على بعض يعني الجهات التي تهرب الأموال عن من خزينة الدولة وكيفية تهريبها وكيفية وصولها للخارج. هذه كلها تحتاج إلى علاقة دولية وأيضا إلى يعني جهد محلي وإلى تحريك الهيئات المستقلة داخل الدولة. ولهذا السبب نجد اليوم هذه الهيئات بدأت تحصد ثمار هذا العمل، وبدأت اليوم تسترد لأموال الخزينة العراقية هذه الأموال المهربة، وأيضا هو مرد لباقي الفاسدين الذين يتصورون أنه بتهريب الأموال خارج العراق أنه الأموال خلصت من الخزينة الدولة أو خلصت من المتابعة والمراقبة. ولهذا السبب اليوم كل الفاسدين ليس عليهم خط أحمر، وكل الفاسدين مهما تكون أموالهم خارج العراق ممكن استردادها إلى داخل خزينة الدولة. طيب دكتور، هذا شيء مطمئن للشارع العراقي وللمجتمع الدولي. نأمل ذلك. طيب دكتور، كما تعلم قبل يومين تم القبض على مدير هيئة الضرائب السابق طبعا وعدد من المتهمين بسرقة القرن. أموال كبيرة وكثيرة لا تخطر على البال أصلا سرقت في وضح النهار من الأمانات الضريبية. هل حكومة السيد محمد الشياع السوداني اليوم لديها القدرة العالية على استرداد هذه الأموال؟ أموال الداخل هنا أقصد. هنا شوفي أول قرار أخذ السيد محمد الشياع السوداني في هذه صفقة القرن هو إعادة الأموال، وظهر معه بعض الأموال وقال إنه الأموال الباقية سترد. حتى الكفالة التي صدرت على بعض المتهمين إنه اليوم الكفالة مو تعني إخراجه من الحكم ولكن تعني إنه سيرد الأموال إلى خزينة الدولة، وقال اعطوني فرصة حتى أرجع هذه الأموال إلى خزينة الدولة. ونرى اليوم المتورطين حتى المدير العام اللي لديه جزء من هذه الأموال ممكن رجعتها اليوم الدولة. دكتور أحمد أتمنى الإجابة بإيجاز حول هذا السؤال. هل صفقة القرن فتحت الباب عن كثير من الأسماء التي كانت بالخفاء تتاجر بالأموال وتسرق وتهرب أيضا باختصار؟ طبعا صفقة القرن هي كانت مفتاح السري لمكافحة الفساد، وأيضا طيب. ستصدر عن يعني بعض الأيام القليلة المقبلة عن أسماء كبيرة في الدولة العراقية ممكن هي مشتركة في نفس الصفقة وممكن أن تكون جزء من الصفقة حسب التحقيقات الأولية لهذه الصفقة. طيب. وهي كانت الضربة الأولى لمكافحة الفساد في العراق. طيب، أنا أشكرك الشكر الجزيل عضو الإطار التنسيقي عن تيار الحكمة الدكتور أحمد العيساوي، وشكرا لك دكتور.
أفادت مديرية مكافحة الجريمة المالية في وزارة الداخلية بوجود 28 منفذا رسميا في العراق لتداول الدولار ب 1470 دينارا. مدير المكافحة العميد حيدر محمد أكد تنظيم حملات يومية بخصوص ارتفاع سعر الصرف في الأسواق المحلية لرصد المتلاعبين والمتضاربين الذين لا يمتلكون موافقات أصولية وهم خارج السياق القانوني، مشيرا إلى أن الحملات المستمرة والمتواصلة تشمل هؤلاء المستغلين الذين ليس لديهم موافقات وأصوليات للتداول في هذه العملة. تزامنا مع تواصل ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، تفرض الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة للسيطرة على السوق وملاحقة المضاربين والمخالفين في ذلك. على وقع استمرار تحليق سعر الصرف والذي وصل ل 170 ألف دينار لكل 100 دولار في الأسواق، تواصل الحكومة والأجهزة الأمنية إجراءاتها للسيطرة على السوق وحركة بيع العملة. فقد نفذت مديرية مكافحة جريمة المنظمة حملة تفتيش شملت صيرفات لبيع العملة للتأكد من سعر الصرف ومنع المتضاربين ومستغلي الأزمات. اليوم 1700 يعني هاي كارثة، يعني احنا بالنسبة لنا يعني بس ترى هسه حال الحاضر بس المواطن اللي واقع بيها، وبالنسبة للبضاعة احنا عندنا يعني احنا كلنا بايعين بالعراقي، يعني هسه تجي تحسبها كلها خسارة، احنا خسرانين يعني بالعشرة آلاف دولار مليون احنا خسرانين بيها، يعني هاي كارثة يعني بالنسبة لنا. هسه تروح للبنك المركزي يقول لك غرفة تجارة بغداد، عم هاي عندنا غرفة تجارة بغداد درجة أولى، هاي نقعد نشرب ميها اصلا ما نستفاد منها. ابتدى اشوف هذا الوضع السوق اللي هسه حاليا شفت شلون، يعني الوضع منهار، احنا كتجار الخسائر عندنا لا تعد ولا تحصى. يعني هسه انا احنا غرفه التجاره درجه اولى صنف الاول، لا انا مستفاد منها، لا انا اكو واحد يحميني، لا اكو البنك يعطيني دولار وحتى يخليني يساعدني شلون اشتغل. اليوم احنا شغلنا كله تنبيع بالعراقي والدولار واصل فد رقم مخيف. جهود وحملات ودراسات ومعها قرارات تشرع بها الحكومة للحد من التأثيرات الكارثية الناجمة عن ارتفاع قيمة الدولار أمام العملة المحلية على السوق والاقتصاد بشكل عام، حيث تشهد الأسواق ارتفاعا مستمرا لأسعار المواد الغذائية والسلع، ما يتطلب جهودا أكبر من أجل مراقبة السوق ومحاسبة المتضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف. هي إن شاء الله بيد يعني الناس كبار وهي دا تلعب لعبة، هي والناس الكسبة واقعة بيها. والله لا عمل صار ثلاثة أسابيع ما مستفتح، والله من وراء الدولار صار. أقول لك آخر قائمة عندي يمكن يوم 16 وبدين بايعها، وإحنا نبيع جملة ملابس، ماكو عمل، هذا السوق على كل الشارع فارغ، ماكو بشر. الإجراءات الدولية المتعلقة بالتحويلات المالية والتغيرات التي كانت مفاجئة للعراق لم تتعامل معها الحكومة والجهات الاقتصادية المعنية بطرق علمية مدروسة، والأمر الذي تسبب في الارتفاع الكبير في سعر الصرف وتجاوز مبلغ 23 ألف دينار لكل 100 دولار عن السعر المحدد من قبل البنك المركزي. من بغداد، حيدر نصيف، قناة الرابعة. عودت حكومة إقليم كردستان مهاجمة المحكمة الاتحادية، مشيرة إلى أنها تستخدم لنسف وتقويض أي اتفاق لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية. مجلس وزراء كردستان ضمن اجتماعه برئاسة مسرور برزاني وجه الوفد المفاوض بزيارة بغداد واستئناف الاجتماعات للتوصل إلى حل جذري للمشاكل وعلى أساس الدستور والاتفاق السياسي الذي تمخض عنه تشكيل هذه الحكومة، داعيا الحكومة المركزية إلى سرعة إقرار موازنة العام الحالي. عاود الحزب الديمقراطي الكردستاني هجومه ضد المحكمة الاتحادية واصفا إياها بغير الدستورية. مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب فاضل ميراني اتهم المحكمة الاتحادية بعدم مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات،
كاشفا عن مساع حثيثة تبذل من قبل حزبه لتغيير هيكلية المحكمة. وواصل ميراني هجومه مشيرا إلى أن العراق ليس بدولة وأنه يفتقر إلى مقوماتها القانونية والسيادية. في سياق متصل، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي أن الحوار والتنسيق بين بغداد وأربيل كفيل بخلق تفاهمات حول أغلب القضايا. المندلاوي ضمن استقباله نائب رئيس حكومة كردستان قوباط طالباني وصف استمرار الحوار والتنسيق بين المركز والإقليم بالإيجابي، لافتا إلى أنه السبيل الأفضل لحل القضايا العالقة تحقيقا للمصلحة العليا. كما شهد اللقاء بحث العديد من الملفات العامة للبلاد. هذا ويعتزم الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني عقد جولة جديدة من المباحثات ضمن الأسبوع المقبل. القيادي في الاتحاد غياث السورجي ذكر أن من الملفات التي سيناقشها الاجتماع هي تسليم النفط إلى سومو، لا سيما أن إنتاج الإقليم حاليا أكثر من 400 ألف برميل. شدد السورجي على ضرورة أن تسلم حكومة الإقليم النفط إلى شركة سومو وحل الخلافات مع حكومة المركز. أعلن البنك الدولي استعداده للعمل مع الحكومة العراقية لتنفيذ المشاريع التي تتطلب مصادر مالية كبيرة. مسؤول برنامج التنمية المستدامة في البنك سليم روحانا ذكر أن البنك الدولي سيكون له دور دعم تقني وفكري، وهو يتهيأ لطلب الحكومة العراقية لدعم المشاريع الاستثمارية والإصلاحية، لافتا إلى أن تلك المشاريع تتطلب مصادر مالية كبيرة وخلق بيئة آمنة من أجل القطاع الخاص والاستثمار أيضا. افتتح رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني طريق دورة يوسفية السريع للمرور بطول 14 كيلومتر ونصف وتقاطع بغداد الجنوبي. وأكد رئيس الوزراء ضمن مراسم الافتتاح أن الطريق تم إنجازه بالمواصفات المطلوبة بعدما كان من المشاريع المتلكية، مشيرا إلى أنه سيخفف من الزحامات في العاصمة والطرق الخارجية. وتوعد السوداني بإجراءات قانونية بحق المتجاوزين على أراضي الدولة. تم افتتاح طريق السريع دورة اليوسفية، وهو أحد الطرق المحورية والمهمة في بغداد، وكان من المشاريع المتلكية، لكن بجهود الوزارة والجهات الساندة لله الحمد تمكنت الفرق الفنية والشركة المنفذة من إنجاز هذا العمل بالمواصفة المطلوبة. طبعا هذا الطريق سوف يساهم قطعا بشكل كبير في تخفيف الازدحام على الطريق الرئيسي من علوة الرشيد كمنفذ لمحافظات الوسط والجنوب. هذا الطريق سوف يربط بالخط الدولي وسوف يخفف من شدة الازدحام. سبق وأن أعلننا في أكثر من مناسبة أن البرنامج الحكومي لحكومتنا يتضمن في محور الخدمات إنشاء طرق ومجسرات وجسور في بغداد بالتحديد لمعالجة مشكلة الازدحامات. أوجه كلمة للمواطنين بعدم الانجرار خصوصا في هذا الموقع للعروض الموجودة من قبل البعض في بيع الأراضي الزراعية. هذا تجاوز واضح القانون. أغلب هذه الأراضي هي ملك للدولة، وسوف تكون هناك إجراءات قانونية بحق المتجاوزين. بعد 3 أعوام من توقيعها، دخلت اتفاقية تطوير الخدمات في بابل والمبرمة بين شركات صينية والمحافظة مرحلة استكمال المشاريع المتلكئة والبدء بمراحل استثمارية جديدة. بدأ الحديث عنها في العام 2019، لكنها لم تر النور في بابل إلا بعد 3 أعوام. الاتفاقية الصينية التي وقعت ما بين إدارة بابل المحلية والشركات الصينية
وبحضور ممثل رئاسة الجمهورية، حيث شملت تطوير الجانب الخدمي والسياحي وحتى الاقتصادي بمشاريع استراتيجية ستشمل بناء الطرق والجسور وتأهيله المرافق السياحية. هذه الاتفاقية إن شاء الله سترى النور، فيها الانحرافات الكبيرة اللي حدثت عندنا في ملف الخدمات والبنى التحتية، وتناولت أكثر من محور، محور السياحي، محور الصناعي، بالإضافة إلى قائد هذه المحاور اللي هو محور الخدمات والبنى التحتية. بابل تمتلك مقومات النهوض، ولكن حرمت لأسباب عدة كلكم تعرفوها. الآن سنتعاون. الإعداد لمرحلة جديدة لمشاريع استراتيجية، خطوة اتخذتها بابل بتوطيد العلاقات مع الجانب الصيني باستثمار وتشغيل الشركات المحلية والأيدي العاملة العراقية في المشاريع القادمة بإشراف دولي من قبل هذه الشركات، بغية الاستفادة من الخبرات العالمية في تحسين مستوى الأداء. الشركات مستعدة كل الاستعداد أن تكون حاضرة ميدانيا، وستقوم بأعمالها بشكل مباشر، وهذا السيد المحافظ متكفل في كل التفاصيل، بكل التفاصيل، على أن تكون الشركات محلية موجودة في محافظة بابل، وأيضا سيكون هناك دعم، أنا مطمئن هناك دعم كبير من أهلنا في محافظة بابل لهذه الشركات. ما هي إلا أيام معدودات وتدخل الاتفاقية الصينية حيز التنفيذ، فبحسب مختصين فإن هذه الاتفاقية ستنهض بالواقع الخدمي، فضلا عن الاهتمام بالجانب السياحي وتطوير المنطقة الأثرية وملحقاتها. زيد الشهيب، أرابعة، بابل. في الشأن الأمني، نفذت قوة أمنية مشتركة عملية دهم وتفتيش لتعقب خلايا داعش جنوب مدينة سامراء. مصدر أمني ذكر أن الحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذوا عملية شملت منطقة تل البتار في ناحية يثرب، حيث تم تفتيش الأحراش والبساتين والمبازل والممرات المائية بهدف تأمين المنطقة وتفويت الفرصة على المجامع الإرهابية هناك. أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اعتقال 4 إرهابيين وضبط كتس من العتاد في 4 محافظات. الجهاز في بيان ذكر أن قوة تابعة له نفذت سلسلة من العمليات النوعية لتتبع خلايا داعش في كركوك وسليمانية وصلاح الدين ونينوى، مبينا أن العملية أسفرت عن اعتقال 4 دواعش بينهم قيادي بارز والعثور على مجموعة اعتداء في إحدى مضافات داعش. تعرضت قاعدة زليجان التركية شمالي العراق لهجوم بعدة صواريخ. بيان لهيئة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان ذكر أن 8 صواريخ لم يعرف مصدرها استهدفت قاعدة زليجان التركية في ناحية بعشيقة في نينوى. ويأتي هذا الهجوم بعد شهر من هجوم بأربعة صواريخ استهدفت القاعدة الشهر الماضي. اتفق العراق وإيران على اتباع 8 إجراءات في عمل المنافذ رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، ضمن استقباله وفدا حكوميا إيرانيا ناقش جملة من القضايا المهمة المتعلقة بواقع حال المنافذ الحدودية وسبل التعاون المشترك، مؤكدا على الجانب الإيراني اتخاذ 8 إجراءات أهمها إغلاق المعابر غير الرسمية وطرق التهريب بين البلدين ومكافحة المخدرات. وصل وفد أمني رفيع المستوى برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري محافظة الديوانية، وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الزيارة تهدف للاطلاع على عمل وإجراءات مديريات وتوابع الوزارة بالمحافظة والمستوى الفني والإداري لها مع جاهزيتها القتالية لفرض الأمن والاستقرار بالمحافظة. اليوم في زيارة محافظة الديوانية وبصحبة الأخوة الوكلاء والمدراء العامين في الوزارة للاطلاع على الواقع الأمني، وكذلك الاطلاع على كافة مفاصل وزارة الداخلية في المحافظة. المحافظة تعتبر محافظة مستقرة أمنيا،
لكن هذا لا يعني أنها لا تحتاج إلى متطلبات وتحتاج إلى دعم من وزارة الداخلية، تحتاج المحافظة إلى إسناد بالذات يعني قيادة الشرطة وباقي المفاصل الدفاع المدني والمرور والجنسية ومكافحة المخدرات. بالتأكيد أكو أمور ناقشناها مع الأخ النائب المحافظ الديوانية، وهذه الاحتياجات قسم منها راح يكون على المحافظة من موازنتها وقسم على الوزارة. قرار كان على ثلاث محافظات، هي واسط والديوانية والمثنى، وهي تعتبر محافظات مستقرة تماما، وأيضا المحافظات هي أساسا الأغلبية والوجود لقطاعات وزارة الداخلية. هنا غيرنا في تبادل الأدوار، قسم الشرطة هو المسؤول الأمني وأفواج الطوارئ ساندة له، إضافة إلى التنسيق وكافة يعني كل القطاعات اللي موجودة أو كل الوحدات أو كل العناصر الأمنية من دوريات النجدة والمرور وغيرها هي بأمرة قسم الشرطة. إذا المشاهدين، ختام النشرة إلى عناوينها. الحكومة تعلن استرداد أكثر من 80 مليون دولار من الأموال المسروقة، والنزاهة تؤكد محاصرة الفاسدين دوليا. مع استمرار ارتفاع الدولار، رئيس الوزراء يطمئن المواطنين، وهيئة الاستثمار توجه الشركات باعتماد الدينار العراقي. مؤكدا إكمال مفاوضاته مع بغداد، الإقليم يعاود هجومه على المحكمة الاتحادية ويتهمها بتقويض اتفاقه مع المركز. بعملية متفرقة، الإطاحة بعدد من الدواعش في أربع محافظات، والقوات الأمنية تتعقب خلايا داعش الإرهابي جنوب سامراء. إذا المشاهدين، الرابعة دائما تهتم بالاستماع لآرائكم. للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشراتنا يمكنكم متابعتنا على مواقع القناة الرابعة تيفي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام وتويتر. شكرا لكرم المتابعة، ألقاكم على خير.